صحيت من النوم في وسط الليل على صوت خطوات رجلين جاية من بعيد. حاولت أحرك جسمي، حسيت بشلل، مفيش أي حاجة في جسمي عايزة تتحرك. نايم على ظهري، إيدي جنبي، وزي ما أكون متكتف، مفيش ولا عضو في جسمي عايز يستجيب. حاولت أتكلم، صوتي مش عايز يطلع. حاولت أصرخ، مفيش فايدة. صوت خطوات الرجلين بيقرب، وعيني بس اللي بتتحرك. قلبي بقى بيسابق نفسه من كتر الرعب، وعيني على الباب ما بيفرقوش. الصوت بيقرب لحد ما عيني شافت حد داخل من الباب. كان صعب جدا ان احدد ملامح الشخص دوت بسبب الاضاءه. كل اللي قدرت اشوفه انه راجل ضخم عنده دقن طويله ولابس جلابيه سودة. فضل مكمل في طريقه جوه الاوضه من غير حتى ما يلتفت ليا ولا كني موجود، لحد ما وصل عند الحته الضلمه جنب سريري. وفي اللحظه دي ما بقتش عارف اشوفه اساسا. دقات قلبي فضلت تتسارع من كتر الرعب. الثانيه بتعدي اكنها سنه. جسمي لسه مشلول، مش عارف اتحرك ولا عارف اتكلم من كتر الرعب. عيني ما اتحركتش على المكان اللي المفروض الراجل ده واقف فيه. مفيش ثواني والراجل بدأ يتحرك تجاهي. ملامحه بدأت تبان اكنه بيترسم من جوه الضلمه. انفاسي بدأت تتسارع وحاولاتي للصريخ بتزيد من غير فايده. فجأة حسيت ان في جبل طبق على صدري، مش عارف اتنفس، والراجل عمال يقرب وملامحه بتظهر. كل لما ملامحه تظهر اكتر، كل ما الرعب يملى قلبي. وشه مش وش انسان، دقن طويله، عين واحده واسعه حمرا زي الدم، بقه زي ما يكون متخيط. وبدأ يقرب وشه من وشي بنظرة الرعب اللي في عينيه. إحساس الحمل اللي على صدري بدأ يزيد. خلاص ما بقتش عارف أتنفس، لحد ما عيني بقت في عينه. بدأت نقط دم حمراء تقع من عينه على وشي. في اللحظة دي الرعب عدى الحد والصرخة خرجت مني، وفي نفس الوقت اختفى الراجل وجسمي بدأ يتحرك. خفته؟ ننور النور بقى ونتكلم. اللي انا حكيته ده ما حصلش معايا انا خالص، بس دي القصه اللي في العاده بنسمع عنها في حكايات الرعب او في قصص الجن، او ممكن تكون حصلت معاك انت شخصيا. وعلى قد ما الموضوع بقى له سنين بيتفسر على انه حالات مس جن، الموضوع مش كده خالص. الموضوع حاله طبيه معروفه باسم سليب باراليسيس او شلل النوم. طيب ببساطه شديده عشان ما نعقدش الموضوع، النوم الانسان بيتقسم لمراحل، وبالاخص مرحلتين، مرحله الريم ومرحله النون ريم. الانسان الطبيعي بيصحى في مرحله النون ريم، بس في بعض الاحيان بعض الناس بتصحى في مرحله الريم، ومن هنا بتيجي حاله السليب باراليسيس او شلل النوم. في مرحله الريم ديت النيورو ترانسميترز في جسمك زي الجي اي بي اي والجليسيلين الاسامي ديت بيسببوا شلل تام في جسمك، عشان انت ما تتحركش وانت بتحلم. يعني لو انت مثلا بتحلم انت بتقع، ما تقعش فعلا، بتحلم انت بتجري ورا حد ما تجريش فعلا، فبيسبب شلل تام لجسمك، شلل تام لعضلات الصدر ما عدا عضله واحده، وده اللي بيسبب الاحساس بالضيق او احساس الحمل على صدرك لما بيحصل الموضوع سليب باراليسيس. لما تصحى في مرحله الريم ديت انت مخك جزئيا لسه بيحلم، وده اللي بيخليك تشوف الحاجات اللي انت متخيل انك شفتها اكنك بالظبط في حلم، هو كابوس مش اكتر. وشلل النوم ده بيجي بسبب حاجات كتير جدا، من ممكن مثلا الاجهاد الشديد او سليبنج ديس اوردر او كسايد افكت مثلا لادويه معينه. فبلاش اي حاجه تشوفها انت مش عارف سببها تخاف وتربطها بخرافات واسباب مش منطقيه خالص. شكرا، ده اللي عندي. السلام، لو في عندك اي تعليق انا مستني. سلام.